بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور أحمد مهران، المحامي بالقضاء العالي. يعني في استكمالا لسلسلة الموضوعات القانونية، هنتكلم النهاردة عن موضوع القتل الخطأ. احنا عارفين ان في قانون العقوبات ما يعرف بالجرائم العمدية والجرائم الغير عمدية، والقتل الخطأ هو أحد الجرائم الغير عمدية، على اعتبار أن هذه الجريمة ربما قد تتوافر فيها الشروط الخاصة بالركن المادي وانعدام الركن المعنوي، وهو نية القتل أو نية تحقيق النتيجة التي من الممكن أن يحققها الركن المعنوي. القتل الخطأ زي ما احنا عارفين هو أن يرتكب المتهم سلوكا ماديا مجرما، كما لو كان على سبيل المثال شخص بيقود سيارة، ودي كانت قضية موجودة عندنا، شخص بيقود سيارة بسرعة على الدائري أو على الصحراوي، ثم فجأة عبر شخص قدامه الطريق بطريقة غير محسوبة أدت إلى إنهاء حياته بعد صدامه بهذه السيارة. هنا يا جماعة احنا بصدد جريمة قتل خطأ. شخص بيقود سيارة، ودي كانت قضية من القضايا اللي موجودة عندي في مكتبي، شخص كان بيقود سيارة على الدائري وكان بيجري بالعربية بالسرعة المقررة قانونا أو قد يزيد عنها، وفجأة وبدون مقدمات ظهر قدامه شخص بيعبر الطريق لم يستطع أن يتفاداه، فترتب على ذلك أنه أصابه بالسيارة وصدمه، فترتب على ذلك الجملة دي، فترتب على ذلك أنه أصابه بالسيارة وصدمه ونتج عنه وفاة الشخص الذي كان يعبر الطريق. لما عرضت هذه القضية على النيابة العامة وجهت تهمة القتل الخطأ للمتهم، وأنه تسبب في قتل المجني عليه بسبب الرعونة وعدم اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة أثناء القيادة على الطريق الدائري، الأمر الذي ترتب عليه إنهاء حياة المجني عليه. إلا أننا تدخلنا كمحامين للدفاع عن هذا الشخص باعتبار أن هناك ثغرة قانونية هي كانت المخرج الرئيسي للبراءة، وهو أن خطأ المجني عليه استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة. الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن إذا كان المتهم أخطأ وهو أن صار أو كان يعني يقود السيارة بسرعة مخالفة لما هو مقرر قانونا وهو خطأ يستوجب المساءلة القانونية بالغرامة، إلا أن خطأ المجني عليه الشخص الذي قتل مصدوما بالسيارة تجاوز هذا الخطأ واستغرق هذا الخطأ، يعني معناه أن خطأ المجني عليه غطى على خطأ قائد السيارة لأنه عبر الطريق في وقت يعني متأخر من الليل ظلمة في وجود عدم وجود إضاءة كافية، وأن عبوره للطريق كان من المكان المخالف الذي لا يصح فيه للأفراد والأشخاص عبور الطريق، وأن المجني عليه هو الذي تسبب بخطئه وإهماله وعبوره الطريق الدائري وهو ممنوع عبوره في أي وقت سواء كان بالليل أو النهار أمام السيارة التي كانت منطلقة في خط سيرها الطبيعي دون أن يحتاط هذا الشخص من العبور. الأمر اللي استرتب عليه أن الاصطدام كان نتيجة خطأ المجني عليه، وأن قائد السيارة لم يكن في إمكانه ولا في مقدوره أن يتفادى خطأه أو أن يتخذ أي إجراء يمنع به وقوع النتيجة، وأن المسؤول الحقيقي عن النتيجة كان هو المجني عليه. ده موجود فيما هو متعارف عليه في قانون العقوبات في نظرية استغراق الخطأ، وهو أن يكون خطأ المجني عليه استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة. وحينما عرض الأمر على المحكمة تقدمنا بمرافعة لشرح هذا المبدأ الذي كانت نتيجته أنقذت المحكمة لنا بالبراءة.